ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من القدس المحتلة زميلة دانا أبو شمسية. بعد تحية دانا، إذن ما هي تفاصيل تصريحات نتنياهو ورفع المكافأة من أجل الوصول إلى المحتجزين إلى 5 ملايين دولار؟ يجب دائما ربط هذه التصريحات في السياق الزمني وفي سياق مضمون هذه التصريحات. أولا، هذه الزيارة كانت أمس، ولكنها كشف النقاب عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية ومن قبل مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية اليوم، وحملت في تفاصيلها هذه الزيارة من المشارك في هذه الزيارة. كان رئيس الشباك روننبار، وكذلك الحال رئيس الألكان هيرتسي هاليفي، وكذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الأمن الدفاع إسرائيل كاتس. كانوا قد التقوا في قائد المنطقة الجنوبية وقائد الفرقة 99 العاملة في قطاع غزة. اطلع بنيامين نتنياهو على مجريات الأوضاع هناك وعلى التطورات الميدانية في قطاع غزة من محور نتساريم في اللغة العبرية، وما يطلق عليه فلسطينيا محور الشهداء في جنوب قطاع غزة، أي وسط القطاع. نتحدث أن هذه الزيارة جاءت للقاء مع قائد المنطقة الجنوبية ومع قائد الفرقة 99 للاطلاع على سير العمليات العسكرية هناك. لماذا قلت يجب ربطها وفهمها في سياقها الزمني؟ لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أخبر الكابينيت الأمني والسياسي بأنه استنفذ عملياته العسكرية في جباليا شمال القطاع، وبأنه جاهز للتقدم في مناطق مختلفة. ولكن هذا التقدم لقوات الاحتلال ولقوات جيش الاحتلال مرهون في حياة الرهائن، كما أطلقوا عليهم، أي المحتجزين. أي أنه إذا استمر وجود جيش الاحتلال، إذا ما كان هنالك خطط عملية موضوعة تضمن بقاء جنود الاحتلال وتمركزهم في بعض الأماكن التي أصبحت معروفة لفصائل المقاومة، وإن كان هنالك انتقال لهذه القوات في مناطق مختلفة، هذا سيعرض حياة المحتجزين للخطر. لذلك جاءت هذه الدعوات من قبل بنيامين نتنياهو بتخصيص مكافأة مالية بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات عن وجود أو مكان وجود المحتجزين، بل أنه ربط إمكانية الخروج، خروج الفلسطينيين العالقين في هذه حرب الإبادة والمجاعة في قطاع غزة، عن طريق المعابر التي تتحكم في فتحها وفي إغلاقها في طبيعة الحال المعابر الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وكأن بنيامين نتنياهو لم يتبقى له أي حل سوى التعامل مع من يستطيع الإخبار ويراهن على تماسك الفلسطينيين على وجود المحتجزين، خاصة أنه صاحب مقولة مزيد من الإنجازات العسكرية تولد انفراجات سياسية. يبدو أن بنيامين نتنياهو لم يستطع لا في الضغوط العسكرية ولا حتى في التوسع العملياتي العسكري لقوات جيش الاحتلال من استرداد أي جثمان أو أي محتجز إلا في حالات نادرة جدا، وما يتغنى فيه من إنجازات بإعادة ما يزيد على 130 من المحتجزين كان عبر صفقة تبادل كانت في الأشهر الأولى لهذه الحرب. جاءت هذه الزيارة أيضا للاطلاع على التطورات الميدانية هناك وعلى سير العمليات، وكرر تصريحاته، قال بأن هنالك العديد من العمليات العسكرية التي قضى من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القدرات العسكرية. الآن الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي القضاء على القدرات السلطوية الإدارية، أي أن حركة حماس لن تكون موجودة لا الآن ولا في اليوم الثاني للحرب على قطاع غزة. وهذا تماهى أيضا مع تصريحات إسرائيل كاتس أيضا من محور نتساريم، والذي قال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي والأمن الإسرائيلي يعملون على أن لا تكون حماس موجودة في اليوم التالي لقطاع غزة ما بعد الحرب، وأن هنالك جهود عالية تبذل سواء عسكرية أو دبلوماسية لاستعادة المحتجزين. نعم، أشكرك كل الشكر زميلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية على كل هذه التفاصيل. كنت معنا من القدس المحتلة.